خاصة الليلة النهاردة ليلة من أهم الليالي عندنا بالنسبة لنا كموسيقيين، ليلة فنانة عظيمة في كوكب الشرق. بصراحة العمل أكيد ناس كتير عارفين عمل زي كده هتحقق مجهود كبير ومباراة كبيرة. فأحب اليوم أعرفكم فريقنا وأعضاء المعسكر. نبدأ بالمحبين الفنان أحمد فؤاد. أستاذ ممتاز سليم عازف الإيقاع. أستاذ محمد سلام عازف شيلو. وأسعدني اليوم تواجد العناصر من الأخوة الأشقاء الفوتيين وهو عازف الكمانجا الدكتور وائل شريف. الأستاذ بدر شاجر على الكمان. ومن الصوابع الجميلة معانا النهاردة عازف من العازفين المميزين سوليست الكمان الأول النهاردة الأستاذ أحمد خطاب. وأيضا معانا الأستاذ حسام الفيوم. الديمو كمان بتاعنا النهاردة الأستاذ إبراهيم. المايسترو بقى دراعي لسه دراعي اليمين أبو خليل الأستاذ وليد شكري. الأستاذ محمد حلمي على آلة الناي. عازف البرج الأستاذ إيهاب عبد ربه. وزي ما قلت لكم دراعي اليمين وصديق عمري، احنا مع بعض من تاني ابتدائي بنعزف مزيكا مع بعض، من ولاد شارع واحد ولاد بلد واحدة. ومش عارف اقول عليه، هو ملقب في الكويت هنا وفي مصر بالأصابج الصغير، هو بيتصرف على السكون دول ومش عارف حاجة تقول له، مفيش ليه كتير. إن شاء الله نبدأ حفلنا اليوم بمحتوى موسيقية بسيطة للفوق إن شاء الله.